بداية التفكير في المنجم أنا بصفة جدية هو لما وقع ضغط سياسي وضغط اجتماعي كبير ورفع مطالب الجهة، رفعوا مطالبهم أصواتهم عالية، نحبوا يتفتح منجم الجباس، نحبوا يتفتح منجم الجباس، نحبوا يتفتح منجم الجباس. تناولها وفي مقاربتها اللي حلحلت المشكل شركة مصبات قبصة، أنا أرى من وجهة نظري أنها أخطأت خطأ فادحا، أنها بدت من برا ودخلت جت للب. اللب هو اللي فيه دوارنا احنا، هي ارضنا والارض الحاضنه المنجم باكملها معناها تتبعنا. بعد 6 سنوات جت تسوي فينا نحن، بعد ما انهار الدينار 3 ولا 4 مرات، وبعد ما زاد الاقتصاد نتاع تونس معناها برك وطاح، جاي تسوي فينا معناها قلنا لها معناها حيني يقع تحين الاسعار، قالت لا حيني المنازل اللي قيمتها لنا اليها كذا، ما مش تو فينا المو رجعت وصاخت إلينا، معنا سمعتنا حالتنا وذنها وسمعت وقالت نقبل أني ريفالوريز دياركم، معنا لحساب المتر كاري فيني 250 دينار تو نحسب 500 ولا 600 دينار. احنا وسعنا في منطقة المشروع حتى يتمكنوا الفلاحة أو المتساكنين من بيع أكثر ما يمكن من عدد الهكتارات، وبالتالي وفروا لهم مدخول أكثر دون المساس بقيمة العقار، وشيء هذا معناها اتفقنا فيه في الوزارة بتنسيق مع السيدة الوزيرة. الحلول الإضافية اللي جت في مخص منجم الفوسفات جت نتيجة نضالات جامفي، الحركة الاجتماعي في المكنسي في جامفي، وبدلت اللي جت هي توسيع قيمة الأراضي للشعاع متاع المنجم، ثم مضاعفة قيمة المساكن تعويض للمساكن، ثم الرفع من عدد المنتدين في منجم الفوسفات من 93 عنصر إلى 135 عنصر. مشيت عديد المرات، حوالي 3 ولا 4 مرات، مشينا عينا وجدنا أنه العدد هذايا غير كافي أنه يلبي ممكن حاجيات المنطقة وغيره، فمشينا على مرحلتين، زدنا من الأول أصبح 120 ثم 137. في الواقع منذ حوالي شهر أو شهر ونصف ثم انطلاقة جديدة، يعني بقاو محصورين الحالات يظل في حدود 10 أو 15 عائلة، بقاو معناها ما قدموش لأنه عندهم طلبات احنا مازلنا ندرس فيها، ولكن ثم شكون يحب يبيع أراضيه الكل في المشروع وغير المشروع، وهذا بطبيعة الحال غير ممكن. وفيه بطبيعة الحال ثم بعض الوضعيات الشائكة في علاقة مع أملاك الدولة، معناها في تحديد الأرض هل هي اشتراكية ولا أرض معناها أملاك دولة وغيره، هذه مسائل معناها قاعد اشتغل عليها تو حاليا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. المشكل وقت متعدينا لتقييم الأراضي والإكسبرتيز دي تير كولتيفي كان فيها معناها هنا فيها معناها تحطيم معنويات وبخس لكل معناها مقومات الشخصية، ونحن عندنا الأرض مقوم من مقومات شخصية الإنسان، أنا ما فيش حتى شك هذا. دونك جيت هي تعملنا زيتونة كما هذه، تعطيك الزيتونة تعطيك فيها معناها 150 دينار 120 دينار. أنا نعرف خويا عنده 3 هكتارات واش عطاته معناها 41 مليون، 3 هكتارات واش نورمالمون أرض من غير غراسات 36 مليون، قد 35 عطاته 41 مليون، 5 ملايين هذه في 42 زيتونة تنتج كل واحدة منهم 4 أشكال زيتون. معناها ما يستساغش. غيرنا من المنهجية، مشينا اتفقنا مع السيد الغوالي اللي مشكور هو وأعضاده اللي مكنونا من 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 معناها بالتنسيق مع بلدية المكناسي من قطعة أرض صالحة للبناء، وبالتالي تعويض لكل عائلة مسكن يعني قطعة أرض، وقيمة المسكن وقع تحديدها قياسا بالسعر المرجعي للمتر المربع للمساكن الاجتماعي. احنا آخر مشروع تقوم به الدولة اللي فات العائلات اللي معناها تعيش ظروف صعيبة ولا غيره هو معنى المساكن الاجتماعية. ولد مساومات، اون دخل لك ولدك يخدم، اون اعطيك قطعة أرض في البلدية 200 متر، واحد هنا متعاون بالبراح وبالفضاء الواسع، يجي يعطيه غادي يحصر وخليه معنا بعدكم أنا زياف ملوح في بلدية المكناسي، ويقول له هاني كني عملت عليك مزية، شين تعمل عليه مزية؟ تعملش عليه حتى مزية في الموقع هذا، المقاسم تعطى وتعطى لبنائها قيم مالية كذلك. وثم معناها تقييم الاراضي لازم تقييمها صحيح، والمغروسات اللي عليها لازم تقييم صحيح. وجبت معناها المنطقه معناها النقطه هذه، واللي احنا نحضروا توا في اخر لقاء
مع الأهالي في مستوى الوزارة، وأنا شخصياً مش تلقيهم في الأيام القادمة لمعناها استكمال آخر مراحل الذي الوضعية العقارية اللي احنا أعلننا الإعلان النهائي انطلاق في المشروع في غرد سبتمبر 2017.